مساء الخير علي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة مبادرات توعوية بالتعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي زي تويتر والفيسبوك، وبالفعل أطلقنا امبارح هاشتاج أسئلة أندرسكور كوفيد 19، وده بيخلي الناس تطرح كل الأسئلة اللي بتدور في أذهانها حول فيروس كورونا. كمان أعلنا امبارح على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إن هتكون مشرفانا النهاردة دكتور نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة للرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم. دكتور نانسي برحب بحضرتك. دكتور نانسي، دلوقتي خلينا يعني نبدأ كلامنا عن دور المعامل المركزية والإنجاز اللي قامت بيه الحقيقة من أول فيروس كورونا. أنا أول حاجة عايزة أقول إن المعامل المركزية فعلا خط دفاع ودراع من القدر والوقائي القوية جدا، دي حقيقة. أخذنا التعليمات من معالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد إن إحنا نفتح في كل محافظات مصر من أول يوم، إحنا حاطين خطة. وصلنا لغاية ما أنا بكلمك دلوقتي إن إحنا بقى عندنا 23 معمل في المحافظات كلها، وعلى إن شاء الله آخر الأسبوع اللي جاي هينضم لهم 6 كمان. المعامل الموجودة دي تحت إشراف المعامل المركزية في القاهرة، بتعمل التحاليل كلها، لأن في ناس قالت لي يعني بتاخد عينات، لا هي في الأول كانت بتاخد عينات، دلوقتي الأجهزة والأشخاص المدربين وإحنا متابعتهم على مدار الساعة، التحاليل اللي بتطلع إيجابية بيبعتوها المعامل المركزية، وعاملين لهم خط إزاي كل يوم بيجيلنا عينات إيجابي وسلبي من كل المحافظات عشان نطمن إن الشغل ماشي، ولو عايزين في أي وقت إن إحنا نسافر لهم بنسافر وبنبعت فرق تتابع الشغل تحت. دكتور نانسي، لو هنتكلم بقى في يعني الاسئله الجاده اللي جات لنا على البيج امبارح من خلال تويتر او فيسبوك، دلوقتي الناس كلها بتسال طيب احلل امتى؟ انا دلوقتي ظهر عندي اعراض، حسيت ان انا عندي سخونيه او التهاب في الحلق، الناس بتبتدي تقلق دلوقتي، فامتى بالظبط ان انا اخد الستيب والخطوه ان انا اروح المعامل المركزيه وحلل؟ هو مش مفروض ان انت تروح المعامل المركزيه، انت مفروض تروح لاقرب مستشفى ليك ان كانت حميات في الوزاره تبع الوزاره او اي مستشفى، هيكشفوا عليك. لان ساعات الواحد من كتر الناس ما هي قلقانه وتعبانه قوي فبتقول ده انا عندي شك في زوري، ده انا مناخيري مش عارفه فيها ايه، الحاجات دي كلها لما تروح مستشفى وبتقابل الدكتور بيسمع منك بيقيس لك الحراره ويكشف عليك ويشوف صدرك، ولو محتاج اشعه هتعملها. لما بيلاقي الحاله كويسه وما فيهاش اي حاجه هيقول لك روح البيت، لو لاقي اي حاجه هياخد لك المسحه ويبعتها المعامل المركزيه، مش بس اللي في القاهره، في اي حته بقى في ال 23 فرع بتوعنا بياخد المسحه ويبعتها وتتحلل. هي المفروض يعني بتاخد 12 ساعه مش اكتر من كده، هي زمن التحليل 6 ساعات بس على ما يوصل المعمل ويشتغلوا ويعملوه، وطبعا بتتبلغ النتيجه. فما تروحش من نفسك تحلل، روح للدكتور الاول يشوفك ويكشف عليك ويشوف هل انت فعلا عندك حاجه ولا ما فيش حاجه، ما انت ممكن تبقى تعبان باي حاجه تانية، هو هيقيم الحاله المرضيه بتاعتك وعلى اساسها يا ياخد المسحه يا ما ياخدهاش. يعني حضرتك بتوصي ان اي حد تعبان او حاسس باعراض البرد العاديه اللي هي زي السخونيه او حتى اعراض ممكن تتشابه اعراضها مع فيروس كورونا، ان هو يستشير الطبيب الاول وعلى الاساس ده هو هيروح المعامل. طيب نقدر نقول ان هو هيدخل دلوقتي سياحه، البروتوكول المتبع يعني هل بيتم اخذ عينه؟ المساحات يعني ايه بالظبط البروتوكول المتبع مع الناس اللي رايحه تحت؟ لما بيروح المستشفى ويكشف عليه الدكتور ويعمل له اشعه ولقى نفسه ان في اشتباه انه يبقى كورونا، بياخد له مسحه من الانف ومن الزور. احنا موزعين على مستشفيات مصر كلها المساحات كلها يعني في حاجه بتتبعت فيها المسحه عشان يفضل الفيروس عايش نقدر نحلله، برضو موزعين على محافظات مصر كلها موجوده على طول، بتتبعت يعني بعد المساحات دي ما بتتاخد بتروح المعمل، وفي المعمل يبتدوا بقى البروسيس بتاع التحليل بتاع العينات دي. تمام. طيب دكتور دلوقتي بنسمع عن ان نتائج طلعت من كانت ايجابيه وبعد كده طلعت سلبيه. فهو ايه اللي حصل بالظبط خلى ان النتيجه من ايجابيه طلعت يعني حولت لسلبيه؟ هو بالنسبه عشان اقول ان ده عنده كورونا باخد المسحه وبعملها بتكنيك بتقنيه اسمها بي سي ار، طلعت ايجابي، بيتاخد المريض يروح مستشفى العزل، احنا مستشفيات العزل منتشره على طول مصر كلها،
بيقعد في العزل ده، بنعمل له تحليل الكورونا كل 48 ساعه، نعمله البي سي ار ده، نعمله لغايه ما اخر تحليل يبقى سلبي. سلبي يعني خلاص الكورونا مشيت من جسمه، خلاص ما بقاش فيه وشوفي منها. ما بنطلعوش برده على طول، بنقعده 48 ساعه ونعمل له تحليل تاني يتاكد انه سلبي، يبقى يروح بيتهم سالم ان شاء الله. في ناس ممكن ما تكونش مقتنعه قوي بالمساحات، اقول لك ده خد مسحه ما خدش عينه من دمك علشان ان هو يتاكد ان في كورونا ولا لا. فايه يعني انت بتبتدي ان احنا نلجا للبي سي ار من بعض المساحات؟ ما هي المساحات دي حضرتك هي زي بالظبط ما انا بسحب عينه الدم بالسرنجه، انا بسحب عينه الكورونا بالمسحه. المسحه دي بتبقى في الانف وفي الزور، المسحه دي بحطها في ميديا او حامل ليها وباخد ده على بعضه احلله في المعمل. هو المسحه هي دي تحليل الكورونا، فهو ده اللي انا بعمله، ما باخدش عينه دم، هي دي العينه اللي بشتغل عليها. لان الفيروس بيجي فين؟ في الجهاز التنفسي، يجي بيدخل من عن طريق الانف والزور وينزل للرئه. فانا باخد من الانف ومن الزور، وبعد الشر لو دخل المستشفى وحصل له يعني حاجه في الرئه او كده، بناخد عينه من جوه بقى من المخاط من جوه. بس الطبيعي اللي بنعمله لكل الناس من الانف ومن الزور، وبتروح للمعامل تتحلل بالبي سي ار. هو التحليل اللي هيقدر يقول لي اذا كان ده ايجابي ولا سلبي. تمام. دكتور النتيجه بتطلع بعد قد ايه؟ هو المفروض التحليل بياخد 6 ساعات تقريبا، يعني على ما يروح من مكان لمكان بياخد 12 ساعه، يعني بياخد في حدود 12 ساعه بتطلع النتيجه على طول. قبل 24 ساعه بيكون معروف اذا كان العيان ده ايجابي ولا سلبي عشان نبتدي نشوف المخالطين. لو طلع ايجابي، لو طلع ايجابي على طول بيتاخد على مستشفى العزل، والمخالطين يبتدوا يعملوا لهم بقى يشوفوا مين عنده اعراض، مين اللي هناخد له مساحات عشان نتاكد، يتعزلوا حتى لو ما عندهمش اعراض وكويسين، بيتعزلوا في المنزل ويعملوا مساحات بينهم وبين بعض، ما يبقوش قاعدين متكدسين كلهم في مكان واحد. بس الفكره برضه يا دكتور انه بيبقى في خلط دلوقتي ان المخالطين دي الحاله طبعا بيبقوا في حاله ذعر، طبعا بيعرفوا ان في حاله وسطيهم عندها يعني فيروس كورونا ايجابي. يعني هنا بقى بنتصرف ازاي بطريقه صحيحه علشان نقدر ان احنا نتفادى؟ يعني في ارشادات تبع الوقائي من منظمه الصحه العالميه ان المخالطين ما دام مخالط وما عندوش اعراض يلزم البيت 15 يوم، والقطاع الطبي الوقائي بيتابعه بيقول له قست الحراره بتاعتك النهارده، ظهر عليك اعراض، في حاجه تعب، في حراره زادت، في ابتدى يبقى في رشح، زورك بيوجعك، بيتابعوهم بالاسئله دي يوميا، وعلى اساسها لو اي حد ابتدى يظهر عليه اعراض على طول بيتحلل له. لان ساعات يعني بتبقى الناس من كتر القلق من كتر التعب تقول لك ده انا لا ده انا عندي سخونه، ده انا زوري واجعني، ده انا انفي مش عارفه ايه. الحاجات دي لما تبقى متابعه من الطب الوقائي نقدر نكتشفها في الاول على طول، ساعتها بيتعمل له مسحات ونطمن عليه. والله حد ظهر عليه فعلا طلع كورونا ايجابي برده بيروح العزل، ما طلعش كورونا بيبقى موجود في البيت ومتابعين لمده 15 يوم. أنا دكتور نانسي، فرص الناس اللي عندها حساسية مزمنة أو أمراض صدرية فرصهم يعني عاملة إزاي في الإصابة بفيروس كورونا المسلسل؟ هو أي حد المناعة بتاعته تعبانة شوية، إن كان عن طريق حساسية، إن كان عنده أمراض مزمنة، إن كان في بعض الناس بتبقى مثلا أورام، الناس دي كلها تبقى المناعة ضعيفة، فنسبة الإصابة بتبقى أعلى. حتى حالات الوفيات اللي جت عندنا في مصر لو شفنا التاريخ المرضي بتاعها هنلاقي في بعض منهم كان عندهم امراض في الصدر، امراض او كانوا اورام بيتعالجوا من اورام، في ناس كانت بتاخد علاج مثبت للمناعه عشان كان عندهم روماتويد. فدايما الحاجات دي بتخلي فرصه انتشار الفيروس اكتر، وبيبقى عرضه للكومبليكيشنز يعني ازمات اكتر، مضاعفات اكتر. دكتور بالنسبه بقى للاشاعات اللي احنا لاحظناها مؤخرا عن فيروس كورونا زي ان هو بينتقل عن طريق الهواء، بيفضل مثلا على الاسطح مده معينه، لا يعني حتى كان في اختلاف على وجوده على الاسطح لمده معينه، فاحنا عايزين نصلح المفاهيم دي. هل فعلا يا دكتور نانسي فيروس كورونا بينتقل عن طريق الهواء؟ بصي حضرتك، احنا دلوقتي الفيروس ده لسه جديد ولسه الناس بتعمل عليه ابحاث. اللي ثابت ان هو مش عن طريق الهواء، هو عن طريق اللي هي السكريشنز اللي طالعه من زي الاحضان والبوس والسلام، كونتاكت، لازم يبقى فيه بلمس فعلا جامد. فاحنا عشان كده بنقول ايه، السلام من بعيد، ما نقربش من بعض.
لكن حكايه الهواء دي في بعض الناس قال الاماكن اللي فيها زي معامل مثلا المستشفيات عشان بيبقى الجو كله مليان فلازم فعلا الدكاتره كلنا نبقى لابسين الماسكات بتاعتنا ولابسين الجاونز ومغطين شعرنا، لكن ما ثبتش ان هو بينتقل عن طريق الهواء. برضو قالوا حاجه زي الحيوانات، برضو ما ثبتش حاجه زي كده. والحشرات والحاجات دي لا، ما ثبتش اي حاجه من دي. انا بقول ليومنا هذا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي ثبت. فاحنا ما نهونش وما نهونش، يعني ما نقولش ده لا او ده لا او ده لا، الاقي نفسي مع الوقت مش قادره استحمل كل اللقات اللي انا قلتها دي. لكن المظبوط اعمله ان انا فعلا المسافه بيننا وبين بعض، ان احنا ما نسلمش وما نبصش وما نحضنش، ان احنا نغسل ايدينا على طول، ان احنا الاسطح اللي في البيت عندنا بس برضو مش على طول بالكحول، ميه والكحول، ميه وكلور، ننظف. بس مش يعني ايه انظف ازاي، يعني انا نظفت الصبح ولمعت الاسطح والاوكر والحاجات دي كلها، جالي حد غريب وانا قلقانه منه بعد ما يمشي المع، لكن مش وانا قاعده لوحدي في البيت كل شويه المع المع ايه، ما انا اللي في البيت وانا عارفه ان ما فيش حاجه. يعني ربات بيوت دلوقتي على طول ماسكه الكحول او الكلور وعلى طول بترش، بس للاسف ممكن يكون في اطفال ممكن تلمس ان هي الحاجات دي وبيجيبها بعد كده، يعني امراض ثانيه حساسيات من الكحول والحاجات دي كلها، دي مواد كلها مطهره برضو بالمعقول، يعني مش على طول. ويا ريت البخاخات دي على الاوكر عشان تتنظف، زي ما بقول كده الاسطح مرتين ثلاثه في اليوم، ما دام انا بس اللي قاعده مفيش حد موجود، ولا سيما انه ما ثبتش ان هو عن طريق الهواء، فانا مش قلقانه من حاجه لو انا قاعده في البيت لوحدي. الحاجات دي كلها ياخدوها الدكاتره في المستشفيات في المعامل، دي ضروريه، وان احنا نبقى لابسين اللبس بتاعنا الواقي كله مغطيين وشنا والانف والفم وشعرنا، ده مهم جدا. دكتور منسي، يعني على ذكر المسافه اللي لازم تكون ما بين الاشخاص علشان نقدر ان احنا نتفادى الاصابه بيه فيروس كورونا، كان في سؤال بيقول يعني المسافه المظبوطه للتباعد بين الاشخاص بقى في البيت. يعني ايه المسافه اللي مثلا ممكن تكون بيني وبين والدتي او بين والدي؟ طبعا لو الوالد والوالده موجودين في البيت يستحسن ان احنا نبقى في مكان بعيد عنهم، لان دول بيعتبروا برده من الفئه اللي هي المناعه بتاعتها ضعيفه، وبعدين الشباب بيخرجوا بينزلوا شغلهم، فيستحسن يبقى في تباعد. المسافة اللي زي ما بنقول لو واقفين في طابور سيب متر بينك وبين اللي قدامك، الحاجات دي فعلا هتقينا، لان احنا مش عارفين الويف اللي احنا فيها دي هتخلص امتى. بيقولوا 6 شهر 6 شهر 8، لو احنا اتبعنا فعلا الارشادات اللي بتتقال لنا وان احنا بنغسل ايدينا ونتباعد بيننا وبين بعض، ولما نلاقي حتة مكدسة احنا من نفسنا طابور ورايح اجيب اي حاجة في زحمة ابعد استنى، لو ادينا كل واحد فينا فكر في اللي قدامه الدنيا تبقى احسن، لان انا مش عارف ده هيخلص امتى وكلنا هنستفيد بكل الخدمات. مدى صحه اختفاء فيروس كورونا مع كورونا فصل الصيف، لان دايما الناس عندها اعتقاد، او يعني هو ده صحيح انه بيقول لك الفيروسات بتموت في الحر؟ بالظبط كده. فهل فيروس كورونا يعني نتمنى ان هو مع الحر ان هو يقل، وحتى لو ده ما حصلش لان ده طبعا انتشار عالمي جامد جدا، وبرده احنا مش عارفين لسه العلاجات اللي بتطلع ايه، التطعيمات يمكن تطلع، يعني ان شاء الله هيقل يعني انتشاره، بس احنا مش عارفين هيخلص امتى، فاحنا لازم نتبع الارشادات اللي بتتقال لنا. هيخلص امتى؟ ان شاء الله يخلص قريب، ما يطولش، لان ده دوره حياه الفيروس، هيموت، بس امتى بالظبط لسه ما حدش يقدر. العلاجات والتطعيم يا دكتور نازي، يعني في الفتره الاخيره لاحظنا انه في ابحاث بتقول انه نقدر ان احنا نستخدم تطعيم الدرن علشان علاج فيروس كورونا، نقدر نستخدم الدواء بتاع الكوليرا علشان علاج فيروس كورونا، فمدى صحه انه فعلا في علاج لفيروس كورونا ولا لا؟ هو لغايه دلوقتي حضرتك كلها ما فيش علاج طبعا، كل الحاجات دي اجتهادات. لو بصينا لتطعيم الدرن، تطعيم الدرن اصلا هو بيحفز الجهاز المناعي انه يقاوم اي حاجه، فهي دي الفكره ان انت بتحفزي الجهاز المناعي لاي حاجه، فيروس، بكتيريا، السل، اي حاجه. فمفيش حاجه ثابته من دي خالص، بس تحفيز الجهاز المناعي ده هو ده اللي مطلوب في الوقت الحالي ان هو يقدر يتخلص من الفيروس. دكتور نانسي، لو حابين برضه ان احنا نذكر اعراض فيروس كورونا بما ان هي بتتشابه مع اعراض البرد، طيب هل بيبقى في عرض مميز نقدر ان احنا نميز بيه فيروس كورونا عن دور البرد؟ هو زي البرد، فهو الانف، الزور، الحراره كمان او ضيق النفس،
طبعا ما حدش هيسيب نفسه لغايه ما يبقى في ضيق نفس، بس درجه الحراره اتجه لاقرب مستشفى على طول يكشف عليا، وهيسمع بالسماعه، هعمل اكس راي، لو لقى في مدعاه على طول هيعمل المسحه، وفي خلال 12 ساعه هيكون الوضع حتى عشان ما اعيش في قلق. يعني لما اعمل كده يبقى انا على طول اتشخصت، لا ده ما فيش حاجه، ارجع بيتي اخد ادويه البرد، لا والله ده انا اتشخصت وطلعت ايجابي، هروح مستشفى العزل وهبروتكت عيلتي. يعني هيبقى خلاص دول ما فضلتش قاعد معاهم بقى لغايه ما انتشر المرض. فاحنا نتابع نفسنا، لقينا في اي تغير خاص ناحية البرد اللي هي درجة الحرارة، الزور، الأنف، على طول أتجه للمستشفى. إن شاء الله الأمور تبقى under control إن شاء الله. دكتور نانسي، يا حبيبي أنا حضرتك يعني تنصحي الناس اللي بيتابعونا وعلشان ياخدوا احتياطاتهم ضد فيروسكم؟ عايزة أقول إن نلتزم بالإرشادات اللي بتتقال لنا، نمنع التجمعات، دي حقيقة ده مهم جدا، هنقصر الفترة. لما نقول نمنع التجمعات مش معناها بعد الساعة 8 نروح نتجمع في البيت، لا، مفيش تجمعات، نتباعد بيننا وبين بعض، نتبع اسلوب الهيجين الكويس، اننا نغسل ايدينا، المطهرات في حدود المعقول، زي ما بقول لا نهول ولا نهون، اللي فعلا اللي في الوسط، نخلينا حريصين على بعض. يعني انا لما اشوف حد واقف الطابور وعايز، لا، ابعد بيني وبينه. لما اروح البيت، اول ما ادخل البيت على طول اتخلص من لبسي على باب البيت وادخل واغسل ايديا، ونبقى قاعدين بعاد عن بعض، وان شاء الله ان شاء الله الفيروس كده كده هيموت، وكده كده ان شاء الله هنخرج من الازمه دي، بس نحافظ على بعض كلنا. دكتور نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بين وزارة الصحة والسكان، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل اللي كانوا متابعينا، وأحب أأكد إن إحنا لازم ناخد المعلومة من مصادرنا الموثوقة زي صفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحة المتحدث الرسمي. بشكرك.